رسمي لخيخون بعد تلك المباراة 15 لقاء 13 انتصار البرسا وتعادلين والتعادلين طبعا كان التعادلان كان في عام 1996 وفي 2011 آخر مرة 2011 تعادل خيخون وفي ملعبه دائما لكن هنا كرة أمامية سجل هدف جميل جميل. يا سلام يا سلام على اللعبة الجميلة وعلى يمين حارس المرمى. هنا الحل هنا الحل دائما حينما يكون التكتل و طرف تمريرة ممتازة وفرصة عرضية من المرمى ويسجل التعادل. هدف جميل وتمريره رائعه من الطرف الايسر. يعود بسرعه خيخون ويسجل التعادل في هذه الكره المرتده السريعه. لاحظ التمريره على الطرف الاخر جميله جدا تحرك رائع. ثم كارلوس كاسترو يسجل التعادل في مرمى كلاوديو برافو. عاد سبورتنج خيخون بسرعه والعوده بسرعه في امام البرسا في هذه المباراة. يعود وربما يعني الكل قال انها مباراة صعبة صعبة جدا على البرسا. بيكي لاحظ كل اللاعبين في منتصف ملعب خيخون تماما. هذه كرة امامية سريعة وفرصة لكن تبعد وتعود. سواريز لميسي مرة اخرى. سواريز يحاول يمرر. الله الكرة بين سواريز وميسي وميسي يسجل هدف ثاني. ميسي يسجل هدف ثاني أمام خيخون. ميسي سجل هدفين فقط اليوم سجل هدفين. أصبح المجموع أربع لكن في المباراة اللي سجل فيها ميسي هدفين في 2008-2009 انتهت لمصلحة البرسا 6-1 6-1. اليوم ميسي يسجل. هي المباراة الوحيدة عند سواريز. يحاول المرور سواريز تسديده. الله الله على سواريز. عوضها عوضها المشاكس عوضها الأوروغواياني. عوض ضربة الجزاء وسجل هدفه الشخصي رقم 24. هدف جميل أجمل من ضربة الجزاء أجمل من ضربة الجزاء. هذه الكرة يا سلام يا سلام على أهداف اليوم. هدف أجمل من الثاني. هنا الهدف الجميل الجميل جدا من جيرمي سواريز. مر بمهارة وسدد بقدمه اليسرى على يمين حارس المرمى لأن يتقدم البرسا بالهدف الثالث. أصبحت النتيجة 3